السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير ديزاد. اليوم وين شاهدنا تونسي يعني وين يروي باحتقار قصة طالب يعني سي عبد العزيز بوتفليقة لمباراة يعني طالب يعني مباراة كأس الكاف من رئيس التونسي. راك تشوف هذو الناس على نقول لكم باللي ما شوف شوف غادي يهدر الصح. احنا ربحنا المغاربه في الكارديو فينال كونتر تاع تاع بارلي بيناتي كاس العرب، خرجوا يلوموا في اللاعبين تاعهم والرئيس الاتحاديه تاعهم يلوموا فيهم. حنا توانسه دائما كون ربح الجيسكا كانوا يعايرونا، سوسا صراو قاعد يعاير. يعني هاد الناس هاد الطلالبه، هذا انا نقول لهم طلالبه يعني طلالبه بمعنى الكلمه، ما نقولش حنايا انتم ما انا نقول لكم عايشين يعني من الفضاله تاع الجزائر. ديجا راني انا وعدنا انا كمواطن جزائري دوك الدراهم اللي طاوهم لكم راني انا اعطيكم منها. انا كون تقلعوا لي دراهمي رجعوا لي دراهمي، انا الا تنجموا ترجعوا لي دراهمي رجعوهم لي، حتى انا ما رضيت باش يعطوكم الدراهم. انا ما قالوا ليش كون كان على باليش عطيه لي 10 ملايين هكا ولا من دراهمي، اعطوني 10 ملايين تاعي والله العظيم. من نهار الاول انا من نهار الاول نقول لكم بلي ماشي يعني كاين فئه قليله جدا اللي يقول لك واه الجزائر، بصح الفئه الكبيره كاع ضد الجزائر ما يبغوش الجزائر. انا شوف نقولها لكم ونعاود، الشعب الوحيد يعني ولا بالك في العالم وفي الافريق وفي العرب اللي يبغوا الشعب الجزائري وما المغاربه، نقولها ونعاودها، هذه نقولها لكم ونعاودها لكم. الشعب الوحيد يعني في الموند كاع نقولوا باللي في الموند اللي يبغي الجزائريين ويحترم الجزائريين ويبغي الجزائر بنيه صافيه، والله لا المغاربه، الشعب المغربي. انا نقولها لكم ونعاودها لكم، بصح الشعب التونسي ولا ليبي ولا من ولا مكاشي كاع ولا تونسي ولا راك تشوف حاجه هذه متسوسه، هذه حاجه تاع الدوله منا الى كان كاع صح يعني كاع صح. راك تشوف انتوما حقرتوا وانتوما عايرتوا وانتوما ربحتوا يعني بدون روح رياضيه. ايوا تخرج تعايروا، عايرتونا نهار اللي ديتوا كاس نهار اللي ربحناكم 2-1 تاع كاس العرب، هو هذه الخطره وشاهدناكم اللعابه الجزائريين كيفاش ديروا لهم عندكم. هاك شو وين وصلنا، هذه هي وين باتت احداث مباراه نادي ترجي التونسي ومنافسي فريق شبيبة القبائل الجزائرية في إياب الربع النهائي دور أبطال إفريقيا، مادة دسمة لوسائل الإعلام الإفريقية والعربية وخاصة التونسية. وتحدث ضيوف برنامج يعني سبورت تيم في راديو شمس اف ام بإسهاب عن مخلفات مباراة نادي ترجي الرياضي التونسي ومنافسي فريق شبيبة القبائل. نبي نقول لكم كلمة، ضروري هذا التوانسة نورمالمون يكونوا رياضيين يحضروا عن المشكله وهذا السؤال احنا راهم صارين عندهم. ماشي تجي تعاير الجزائر، الجزائر على عايرتها، هي الجزائر على عايرتها، الجزائر على عاير الجزائر، علاه علاه زعما علاه تتكلم باحتقار على الجزائر؟ علاه يقول كيما قالوا سياس كان نورمالمون قال لك نعاودوا الماتش حقهم يفرحوا اليرو تريدوا ست اهداف ويفرحوا عادك يفرحوا. سياس كامي كان تدي الالقاب القاب على بالك التوانسه كانوا ما كنتوش تلبسوا لي شورت، كنتوا تلعبوا بلي سليب. انا نقولها لكم، انا نقول لكم كنتوا تلبسوا تجروا بلي سليب. رمضان نتوما غير رمضان بزاف عليكم، سقموا روحكم مع رمضان، سقموا روحكم مي مع رمضان مع سيدنا رمضان برك. هذا مكان اللي تكون عندكم مواقف تسقموا روحكم مع رمضان. شوف الشعب شوف كيفاش دار عليك بالخط، دار عليك جبت لك حاجه في 2001، جبت لك حيه في 2001. شوف كيفاش، شوف كيفاش. انا لا ما تهمنيش انا كي نهضر عليكم على بالك، خاطر نشوف فيكم كيفاش دائما تخرجوا هضره. راك تشوف. وقلل محلل راديو شمس اف ام ان انيس موسى من تاريخ نادي شبيبه القبائل في تعليقه على ما بدر منه من بعض وسائل الاعلام الجزائريه والتي تطرقت لاحداث شغب في ملعب مباراه. او جاو هذوك الشغب او تحسب حرب، او صاحب بنادم داخل منشار نتوما كي بنادم منشار، حنا غير صرام قايسه ولا عادي يقول لك والله لا صارت كارثه. منشار ناس منشار داخل منشار الكتريك منشار الي النار شاعله
أبلغ بلي هذاك راكم. وقال أنيس يونس أن رئيس الجزائر الراحل السيد عبد العزيز بوتفليقة طلب من رئيس التونسي السابق بن علي كأس منافسة كاف سنة 2001 والتي توجد بها كتيبة الأسود جرجرة. وأشار المحلل التونسي إلى أن بوتفليقة وقتها ربي يرحمه ناشد رئيس التونسي ليطلب من فريق النجم الساحلي الخسارة أمام نادي شبيبة القبائل ليتوج هذا الأخير بالتاج القاري ليعقل البارتي. يعني البارتي هذيك والله تفرجتها في السجوي وراني درت لكم التصاوير، راني يعني بالأمس درت تصاوير في الفيسبوك ندخلوا شوفوها، صورت نورمال عادي وربحناهم. يعني لي شاهد ديك المباراة، هذيك المباراة توانسة عاونوا جياسكا تاع صافور اللي دخلها بيه بالكارديان بيه، فماك عاونونا هذوك عاونونا رحلة. وفي حملة احتقار وبقية الضيوف برنامج سبورت تيم لتاريخ نادي شبيبة ذهب التونسي موسى إلى أبعد من ذلك وفتح صفحة فجعة ألمت بالجزائر وقتها. وقال المحلل ذاته أن رئيس الجزائر بوتفليقة طلب من نظيره بن علي يعني السماح لهم بالفوز بكأس كاف سنة 2001 إلى لأن الجزائر كانت تعيش أحداث فيضانات باب الواد في تلك السنة، وكان نادي شبيبة القبائل قد انتزع التاج القاري من نادي نجم الساحلي في نهائي لعب بمباراتين، الأولى ذهاب بتونس خسرتها شبيبة بهدفين لهدف، والثانية إياب بالجزائر فازت بهدف نظيف. يعني نقول لكم ونعاود لكم ربحتونا انتوما تجي تقول ما فهمناكمش كيفاش هذه. وزاد يتكلم على إيبوسي لافير تاع إيبوسي، قال لك انتوما فيك قايستو ضربتو قتلتو انتوما فيك مجرمين. شو كيفاش الناس وين لازم يعني تدخل من اعلى السلطه هذو الناس. ما انا نقول لكم انا ما نكذبش عليكم، انا عندي لامان تلاقى بمغربي ندير فيه لامان، تلاقى بتونسي ما نديرش فيه لامان، لا تونسي ليبي مصري ولا ما نديرش فيه لامان، بصح مغربي والله لا نحط فيه لامان كامله متالي كاع مغربي امن فيه، تونسي والله ما نامن فيه. نقول لكم تعاودوا تولوا البورقيبة وتعاودوا تولوا كيفاش بورقيبة اللي كانوا ضد الثورة كانوا قاعدين عنده، بورقيبة عنده كانوا دايرين محكمة قتلوا قاع قيادة الوراث قاع كملوها في تونس. خلينا غادي لو كان نحضروا نقعدوا في الرياضة وصايك ياه، نقعدوا في الرياضة أفضل ياه، هاكا قولوا لي شو بيقعد في الرياضة، قعد في الرياضة، نقعدوا في الرياضة خير. أنا كاين عجال عجول تلمود تأثرت به روح تل بيتنا وتصورت عند قبره. عجال عجول تلمود تأثرت به روح تل بيتنا وتصورت عند قبره. هذه هي تعمد تأثرت به روحت لبيتنا وتصورت على القبر عجل عجول. يعرف الثورة من السيكونت وارواح، مش يعرفها من 40 من 54، يعرفها من السيكونت وارواح من السيكونت وقبل له يعرفها فغال. خليها يعرفها هي ويعرف اللي كانوا في تونس ويقتلوا في القيادة تاع لوريس، عرفهم واحد على هذيك مسكينة. خلص هذه يا خويا باش تكون لازم تكون هذه يا معليش. كل شيء يجي بوقته.
ما تنساوش عطونا جيم كومنتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله ديما معكم بجديد، واللي يمشي ابوني معنا وربي يحفظكم. سعيد وخاوتي.